السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكار. تحياتي ليك تحياتي الناس المشتركة معايا القناة وشكرا جدا لدعمكم معايا وتحياتي لجميع المشتركين الجداد والقدام وتحياتي لجميع مربين الكلاب في مصر والوطن العربي وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة والأمة الإسلامية بخير بحلول العام الهجري المجيد. عاد الله علينا وعليكم بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة هنتكلم عن تلبية الدعوة لأبو نور اللي هو أبو نور دعاني ودعا ناس كتير جدا في الوسط في مجال الكلاب. طبعا بشكره جدا على الدعوة بتاعته اللي هو دعاني بيها. كنت بتمنى ان انا ألبي لك النداء او ألبي لك الدعوة بتاعتك بس للأسف لآخر لحظة لآخر وقت فعلا. حتى النهاردة اهو النهاردة الحد بنزل لك فيديو ده انا فعلا للاخر لحظه كنت بتمنى ان انا اجي واشارك معاكم في العرس الجميل ده, عرس تجمع مربين وحبين الكلاب وعرس تجمع اليوتيوبرات. طبعا بتاسف ليك لان انت عارف مين ابو مصطفى, بتاسف ليك جدا جدا لان مش هقدر اجي, عندي ظروف خارجه عن ارادتي فعلا, ظروف شخصيه ربنا وحده هو اللي عالم بيها واللي عالم انا بمر بظروف شخصيه زي من دول. الحمد لله بفضل ربنا بحمد ربنا في الوحش حلوه مره ثانيه ومليون ابو نور ما تزعلش اللي انا ما جيتش طبعا. وفي طبعا ناس طبعا كنت انا متواصل معاهم يوتيوبرات زي يعني زمايلي خاصه حبيبي واخويا الاستاذ وليد يونس, تحياتي الاسكندريه وجميع مربين وقوات اسكندريه, وحبيبي واخويا احمد مايكل طبعا اتواصلت معاهم وتواصلوا معايا بحيث ان احنا كنا هنبقى ايد واحده مره واحده واحنا داخلين او اللي احنا هنكون متواجدين مع بعض في العرس الجميل ده. بس للاسف انا عارف يعني عارف ظروفي وغصب عني صدقوني. بتاسف تاني للاستاذ وليد يونس لان احنا تواصلنا مع بعض كتير وطبعا كنا هنروح انا وهو مره واحده في نفس الوقت في نفس التوقيت, بس اعذرني يا استاذ وليد معلش غصب عني والله بعتذر لاي حد كان بيتمنى ان انا اكون موجود, وانا بعتذر لكم جميعا ان انا فعلا افتقدتكم في اليوم ده, بس والله غصب عني مش بايدي خالص, بمر بظروف شخصية في الفترة دي. الحمد لله بفضل ربنا بإذنك يا رب الأيام الجاية هننزل فيديوهات, هنحاول ننزل فيديوهات, وكل سنة وأنت طيب يا أبو نور مرة تانية ومليون, وكل سنة والمزرعة بخير إن شاء الله وأمر للمرة التانية على التوالي, وبإذنك يا رب الجهات كتير. وطبعا أنت عارف أبو مصطفى وبإذنك يا رب منتظرني في زيارة مخصصة ليك ساعتها هصور معاك. أنا بعمل الفيديو ده ليه؟ لان طبعا هو عامل الدعوه بالاسم ليا والاستاذ وليد يونس واحمد مايكل وبعض اليوتيوبرات المحترمين على اليوتيوب. تمام, انا بعمل الفيديو ده ليه؟ عشان ما فيش حد يفتكر ان انا ما جيتش يبقى انا في اساءه ما بيني وما بين ابو نور او في زعل ما بيني وما بين ابو نور. لا, الموضوع مش كده, بس والله ربنا اللي يعلم انا ما جيتش ليه او مش هاجي ليه. تمام, وابو نور هو عارف مين اكتر واحد مين ابو مصطفى, وطبعا الاستاذ وليد يونس واحمد مايكل طبعا عارفين مين ابو مصطفى. وطبعا انا تواصلت مع مهند وطبعا برضو قعدت معاه, كان ليا الشرف ان احنا نقعد مع بعض ونتعرف على بعض. مهند طبعا تحياتي لجميع المربين وقواد الكلاب اللي هم باذنك يا رب هيروحوا لابو نور, بقول لهم هيكون يوم سعيد جميل جدا عليكم ويا رب يكون يوم سعيد اكتر واكتر على الناس كلها. وطبعا انا بنزل فيديو علشان ما حدش يفتكر اللي ده في مثلا ما بينه وما بين ابو نور زعل او في ما بينه وما بين ابو نور مشكله او اي حاجه, انا الوحيد طبعا اللي ما جيتش او مثلا ما كنت ما جيتش ليه. ممكن في ناس تتساءل السؤال ده علشان بنقطع الشك باليقين. انا ابو مصطفى بقول لكم ما فيش اي ما بين وما بين اي حد مشكله, بحب الناس كلها الحمد لله بفضل ربنا, بحب الخير عندهم حتى لو على حسابي الحمد لله بفضل ربنا. طبعا مره ومليون ابو نور على دماغي وانت عارف مين ابو مصطفى, ما تزعلش مني وكل سنه وانت طيب, ويا رب يكون يوم سعيد عليك وعلى الناس كلها اللي هتجيلك ان شاء الله بامر الله. ولو في اي حاجه يا باشا ابو مصطفى انت في القلب وانت عارف, كل سنه وانت طيب وكل سنه والامه الاسلاميه بخير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.